السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ بخير، أموركم عنيا؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو الإخوان كما غادي تشوفوا، غادي نوريكم واحد الطريقة اللي هي يعني بدون تكاليف باش نتفاداو هذيك المشكل ديال البراز الكثير أعزكم الله، خصوصا في هذا الفصل ديال التزاوج، يعني في هذا الموسم تاع التزاوج كيكون البراز كثير وكتكون الرائحة يعني في هذاك المكان اللي كتربي فيه انت الطيور تاعك، يا اما في الغرف في شي غرفه يا اما في المنزل، كتكون واحد الرائحه اللي هي كريهه ديال داك البراز. هنا كاينه واحد الخطه اللي هي سهله يعني وبدون تكاليف اللي نقدروا نتعاملوا بها مع الطيور ديالنا في هذا الوقت، خصوصا في هذا الموسم ديال الانتاج. وكما غادي تشوفوا اخوتي دابا انا يعني هذا تقريبا شي 4 ايام او 5 ايام ما نقيتش ليهم، يعني ملي كاينين الفراخ كتكون دائما تيكون البراز كثير اعزكم الله، حتى الابوين كيكونوا كياكلوا الفراخ تاعهم. وهنا كاين مشكل كبير وهو كما كتشوف البيض وكل شيء كيتشتت هنا زائد البراز، وكتفرز واحد الرائحه اللي هي كريهه بزاف. فهنا الاخوان باش نتفاداو هاد المشاكل هادو كاملين ويعني وما تعودش تنقي البلاطو من الاسبوع للاسبوع، كاينه واحد المساله اللي غادي نجراها وهي النجاره. يعني هاد النجاره الاخوان راه بدون ثمن، غادي تمشي لاي مكان يعني اي نجار عنده نجارات شتها من عنده، يعني تعمر شي خنشه وتجيبها وتبدا تستعملها. يكفي انك ديرها في البلاطو كما كتشوفوا الاخوان، ديرها في البلاطو ومن اسبوع لاسبوع من اسبوع لاسبوع يعني تعاود تبدل هاد النجاره. هاد النجاره عندها بزاف ديال الادوار الاخوان. اول حاجه كتخلي هذاك البراز اعزكم الله يتراكم وما يبقاش كثير، يعني يتراكم في وسط النجاره. ثاني حاجه كتفرز الرائحه ديال النجاره، يعني كتفرز هذيك الرائحه ديال النجاره بلاص ما تفرز رائحه البراز في المنزل او في الغرفه تاع تربيه الطيور. هادشي باش مزيانه الاخوان، وهادشي باش جربتها انايا يعني ونفعتني، ولهذا خليت هذا البلاطو باش تشوفوا يعني الفرق كثير بينه وبين وادي يمكن تبدلها من اسبوع لاسبوع، عكس الا كنتي تدير هذوك الاوراق. هذوك الاوراق الاخوان تبدلهم ضروري كل 3 ايام تبدلهم. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان، انا راهي عجبتني الفكره يعني حبيت نتقاسمها معكم، ولو تعجب واحد منكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.